حديث أكثر حول هذا الملف. ينضم إلينا الآن من نيويورك الصحفي أحمد محارم. أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بك عبر شاشة قناة المملكة. هذه القضية جديدة حول هذا الشخص من أصول لاتينية، هل نتحدث عن إعادة ما حدث بالضبط في قضية جورج فلويد؟ نعم، مساء النور والتحية والتقدير لحضرتك وللسادة المشاهدين، ورمضان كريم عليكم. أعتقد رمضان التوقيت كريم. مختلف الله أكرم، التوقيت مختلف والسياق مختلف. اللي حصل في أيام حادث جورج فلويد كان المجتمع الأمريكي من الداخل عنده أزمة كورونا صار لها كم شهر، في الإعلام كله ضد الرئيس السابق ترامب، في أزمة عنصرية ما بين البيض والسود من التاريخ الأمريكي ولا زالت مستمرة، وبالتالي كان في تعبئة داخلية. كمان السوشيال ميديا لما صورت التسع دقائق اللي كان الضابط يعني دايس بقدمه على رقبة جورج فلويد، الحقيقة كان في ظروف معينة هيأت أن الأمر يتصاعد بهذا القدر. العدد الكبير من الشباب اللي كان قاعد جالس في البيوت بسبب أزمة كورونا كمان كان عنده نوع من الضيق وانفلات وزهق، نزلوا في الشارع، فالأحداث اللي حصلت دي من الصعب جدا أنها تتكرر. نرجع للحادث اللي حصل من يومين ثلاثة في كاليفورنيا، أن الشاب ليس أسود ولكنه من أصول نقدر نقول لاتينية أو من مكسيك. هو الخطاب الجميل الناجح جدا والمتميز اللي ألقاه أمس في الكونغرس الرئيس بايدن، اتكلم على نقاط كثيرة جدا تهم الداخل الأمريكي، وأهمها أنه أعاد تذكير الناس بأن اللي حصل مع جورج فلويد والعنصرية اللي حصل في الشارع الأمريكي مش ممكن أبدا تتكرر. وأنا بحاول بقدر الإمكان أن أمرر القانون الجديد بتاع الشرطة وكيف يتعاملهم مع المواطنين. أعتقد الظرف حاليا من خلال النجاح الأول 100 يوم للرئيس بايدن في أنه ثبت كثيرا جدا من وعوده سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي، ومن ثم فإن في نوع من الهدوء والارتياح بالنسبة للمواطن الأمريكي من كل الطوائف أن الرئيس بايدن سوف ينقل أمريكا من المرحلة بتاعة السلبية اللي كانت أربع سنوات الرئيس ترامب إلى مرحلة أفضل شكل عام للمواطن الأمريكي. أستاذ أحمد، هل سبق أن تم ممارسة يعني ممارسات عنصرية تجاه أشخاص من أصول لاتينية في الولايات المتحدة الأمريكية سابقا؟ الحقيقة مش بالشكل اللي كان دايما بتتواتر ما بين الشرطة والأمريكان من أصول أفريقية أو المواطنين السود. من غير كده بتبقى الحقيقة حاجات فردية، لغاية دلوقتي مش قادرين نفهم إيه هي التحقيقات أو السبب إن مواطن عنده 26 سنة. التحقيق الشرطة الأولاني بيقول إنه كان بيعاني من ظروف صحية، ولكن مفيش تحقيق ظهر، ونقول كمان إن أسرته بتطالب بتحقيق وإن عندها شريط الفيديو. في كلام ملتبس، ولكن إن يكون شرطة بتمارس هذا العنف مع أشخاص غير سود أو ملونين، يمكن مرسوها مع بعض أفراد من الجاليات المسلمة والعربية أيام سبتمبر 11، ودي كان لها ممكن ظروفها وتداعياتها. بس دايما يقال عن الجماعة المكسيكيين أو اللاتينيين إن هم ناس مسلمين ما عندهمش أي مشاكل، وزي ما نقول بيمشوا جنب الحيطة. فيبدو إن في ممكن تفسير خاطئ لأحد أفراد الشرطة، أو قد يكون الشخص أتى بتصرف معين أثار حفيظتهم، ولكن لم تصدر عن الشرطة أي تحقيق أو أي وجهة نظر أو أي بيان ممكن نبني عليه ونقول ما هي الأسباب. لكن من النادر جدا أو very rare أن يكون ناس غير أفريكان أمريكان أو سود الشرطة تعمل معهم هذا العنف. أستاذ أحمد، من متابعتك للشارع الأمريكي، يعني نحن تابعنا خلال الفترة الماضية بعيدة الحدث الذي وقع لجورج فلويد، تظاهرات عارمة وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية بعيد هذا الحادث. اليوم هل هنالك تحرك شعبي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد هذه الحادثة والتي كما قلنا تذكر بحادثة جورج فلويد؟ أتصور أكثر من سبب حيساعد على أن الإجابة تكون بالنفي. أولا، السود كان عندهم دائما الشعار بتاع Black Life is American أو الأمريكان Black Life Matter، إن حياة السود مهمة، لأن العنصرية كانت واضحة جدا مع السود ولم تظهر بشكل واضح في الداخل الأمريكي مع أي ملونين آخرين أو مهاجرين آخرين. شيء ثاني، إن أزمة كورونا نجح الرئيس بايدن خلال 100 يوم الأولانيين ثلثين الشعب الأمريكي 220 مليون مواطن اتطعموا، وبالتالي حصل فيه انفتاح وانفراجة وبدأ الاقتصاد يعني حرك، في نوع من الاسترخاء في الداخل الأمريكي. الظروف اللي كانت أتيحت في فترة جورج فلويد
ساعدت على العنف اللي حاصل. ايضا التسجيل بتاع الصوره خلت الشعب الامريكي كله متعاطف مع الشخص اللي توفى جورج فلويد، ومش واقف في صف الشرطه بل بيلعن الشرطه. في الظرف اللي حاصل مع الاستقرار النسبي في الداخل الامريكي اعتقد مش هيكون بالشكل ده، ولا سيما ان ممكن يكون في خلال التحقيق اللي هيصدر من الشرطه او البيان شيء يطمئن الداخل الامريكي، لكن لا اعتقد ان هيكون في اي نوع من الغضبه اللي كانت ايام جورج فلويد. أشكرك جزيل الشكر صحفي أحمد محارم من نيويورك، أشكرك على كل هذه التفاصيل.